كان لليمنيين وطن ودولة وأعمال ومرتبات وتجارة، وكان لهم أيضا يوم وذكرى، بالأول من مايو يحتفلون فيه ويكرمون ويتحدثون عن نضالاتهم خلال العام، ويقولون عن هذا اليوم بأنه يوم للشريحة الأكثر إنتاجا وخدمة للاقتصاد الوطني. ولكنه ولأكثر من 3 سنوات يمر على اليمنيين وملايين العمال واليد العاملة قد فقدت أعمالها، بل وهرولت نحو المجاعة منذ الانقلاب الحوثي الذي أطلق النار على اليمنيين وأيامهم وأفراحهم وتجمعاتهم، بل ويطالب كل الشباب والقادرين على العمل الذهاب إلى القتال وإلى المحارق التي يصنعها. مر قبل يومين عيد العمال العالمي، لكن العامل في تعز أو العامل في اليمن بشكل عام منذ انقلاب 2014 من قبل الحوثيين على السلطة الشرعية في اليمن، العمال تدمرت حياتهم، توقفت أعمالهم، سواء العمال في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي، سواء العمال بالأجر اليومي أو بالأجر الشهري، أصبحوا متساويين، حيث انقطعت العمالة، انقطع البناء، توقفت الأعمال، كذلك توقفت الرواتب الحكومية منذ 2 سنين وأكثر. تقارير المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي تؤكد أن البطالة ارتفعت إلى أكثر من 60% وسط الشباب، مع ارتفاع الفقر إلى 55% من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة، خصوصا مع انقطاع الرواتب والتحاق مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين في صفوف البطالة. كما يقول الواقع أيضا بأن مئات الشركات الكبيرة والصغيرة قد أغلقت أبوابها وسرحت عمالها. وبحسب تقارير للأمم المتحدة أن الحرب في اليمن قد أدى إلى تدهور الاقتصاد وبشكل مخيف، وتسريح 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص. للأسف الشديد مر هذا اليوم بهذا العام، والعمال يعني يعيشون ظروف اقتصادية صعبة، هم وأسرهم وعوائلهم. تصوروا يعني كيف يمكن أن يتعامل مع الأطفال المرضى، كيف يمكن في ظل الظروف المرضية الموجودة، كيف يمكن يتعامل مع ارتفاع الأسعار في كل المواد الضرورية وغير الضرورية. مأساة العمال اليمنيين في عيدهم تشكل مأساة حقيقية وكارثة إنسانية حلت بهذه الشريحة الكبيرة كإحدى نتائج الانقلاب الذي حطمت قذائفه كل آمال اليمنيين ومنجزاتهم وأعمالهم على امتداد خارطة الوطن.